بتهيألي أنا الأوان نجرب الماسك الصيني اللي مكسر الدنيا اللي بشوف كل حتة. أنا حبيت أجرب الماسك معاكم النهاردة ونشوف النتيجة مع بعض، وأشوف وأقولكوا رأيي فيه بما أننا بقى داخلين على العيد ونجهز بقى بشرتنا لبشرة جميلة ومستصحة. يلا نجرب الماسك مع بعض. مكوناته سهلة جدا في كل بيت، يلا بينا على المكونات. اول مكون معانا هو النشا مضاد للأكسدة لاحتوائه على فيتامين سي، بيمتص ويخلصنا من الزيوت الزايدة على البشرة الدهنية واللي مش دهنية كمان يعني، بس البشرة الدهنية عشان هي طول الوقت بتعمل يعني افرازات زيوت وبتعمل لنا مشاكل في الحبوب، وتظهر لنا حبوب كتير. بيهدي البشرة كمان لو في طفح جلدي او حكة او التهاب. المكون التاني بياض البيض، حبيتش اكسر البيضة قدام الكاميرا خالص، للصفار ينزل والبياض وتبقى حوسة. قلت بقى ايه اعملها كده مع نفسي واجيبها لكم جميلة لوحدها. بياض البيض هنقول ان هو بيقلل برضو من زيوت البشرة الدهنية، وبيقوي الأنسجة بتاعة البشرة او الجلد لاحتوائه على كمية كبيرة جدا جدا من البروتين، واحتوائه على كمان المغنيسيوم بيضيق البشرة بيضيق قصدي المسام. عندنا المكون الثالث الشاي الاسود او الاحمر زي ما بنسميه، يعني مش عارفة بتسموه ايه بصراحة. الشاي الاسود بيرطب البشرة وبيعالج حبوب الشباب، اهم حاجة بيزيل الهالات السوداء وبيقلل الانتفاخات اللي تحت العين، بيدي لمعان جميل جدا جدا للبشرة، وبيعالج السلوليت وبيجدد الخلايا الميتة. يجيب الطبق الجميل بتاعنا منقدرش نستغنى عنه ابدا في الفيديو. هنحط عليه بياض بيضة واحدة. بياض البيض زي ما قلنا بيحتوي على المغنيسيوم وبيحتوي على بروتين عالي جدا جدا، بيخلي بشرتنا مشدودة ومستصحة زي الأطفال. هنحط معلقة شاي أسود أو أحمر. مكونات بسيطة جدا وموجودة عندنا في البيت، مش مكلفة خالص. إن شاء الله النتيجة هتطلع جميلة، أنا إن شاء الله، لأن المكونات كلها مع بعض مذهلة، فوائدها مذهلة. معلقة نشا هنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا جدا. احنا دايما متفقين ان احنا ما نجربش ماسك غير لما نعرف كل مكون بيعمل ايه للبشرة، ايه اشتراكه ومواصفاته وتركيبته مع بعض الشوائي، يعني المكون التاني اللي هيتحط عليه. لان ممكن بتعملي ماسك من غير ما تعرفي ده بيعمل ايه للبشرة وده بيعمل ايه، فيجيلك نتيجة عكسية. مش اي ماسك تقدري ترضي يعني ينفع تجربيه من غير ما تعرفي ده ايه وده ايه. ودايما احنا في القناة بنقول ان احنا دايما بنبقى مشترك، المواصفات بتاعت المكونات اللي احنا بنستخدمها في الماسك لازم تكون مشتركة مع بعض في حاجات كتير جدا بتكمل بعض. جميل جدا كده الماسك تجانس مع بعضه. النشا مضادة للأكسدة، فيها فيتامين سي، فيها كمان زنك، فيها بي 1 وبي 2، بيساعد على ترطيب عالي جدا للبشرة. الشاي بيعالج السلوليت، بيغلق المسام، بيديكي لمعة جميلة، بيشيل الهالات السوداء تحت العين. بما اننا صايمين بقى احنا بنجهز بشرتنا لرمضان للعيد قصدي، كل سنة وانتو طيبين. بياض البيض عنده مغنيسيوم عالي جدا، بروتين عالي جدا، فبيخفي الخطوط وعلامات الشيخوخة المبكرة وبيسد وبيضيق المسام اللي بتعمل لنا كل مشاكل وبتكون البكتيريا جواها وبتطلع لنا حبوب وكده. لو الماسك حطيتيه على بشرتك بعد طبعا ما ننضف البشرة بنحط الماسك، لو لقيتيه رقيق شوية ممكن تضيفي طبقة كمان عليه. هنسيبه من 20 دقيقة ل 30 دقيقة لحد ما ينشف. كل ما هتحسي ان هو بينشف، كل ما هتحسي ان هو بشرة عمالة تشد، يعني تشد بشرتك بتشد. احنا اصلا لما بنستخدم بياض البيض لوحده بشرتنا انتوا بتحسوا بالشدة، مبالكوا بقى 3 مكونات فيهم شوية حاجات كده مع بعض هتخلي بشرتك بيبي يعني بجد. انا متفائلة، فاهمين؟
ان شاء الله يعني اكيد اكيد هتخلي بشرة انا متخيلاها كده بالمكونات دي كلها الجميلة اللي على بعض ومتجانسة مع بعض. قلنا هنسيبه من 20 دقيقة ل 30 دقيقة لحد ما ينشف. هتحسي ان بشرتك بتشد وتسيبيه خالص براحتك. تشوفي انتي ممكن تعملي ايه، تقري كتاب، تشوفي ايه وراكي تعمليه. وبعدين احنا بنقول، احنا طبعا هنتكلم بعد كده في فيديو على الزنك للبشرة وعلى المغنيسيوم وعلى البروتين. كده هنا الماسك نشف، هنغسله. انا هنا بس مسحته علشان قدام الكاميرا. احنا عادي هندخل نغسله تحت مية عادية جدا، ولا فترة ولا اي حاجة، مية عادية جدا جدا هتغسلي بيها وشك. على فكرة الماسك ده كمان مفيد جدا جدا للسوليه، يعني مثلا مش هحطه على الوجه بس، لا لو عندك منطقة مضايقاكي فيها سوليد انصحك بالماسك ده تستخدميه. كمان في حاجة، الماسك احنا هنستخدمه من 2 لـ3 مرات في اليوم، في الاسبوع قصدي، في اليوم ازاي، في الاسبوع. شايفين بقى انتوا، انا شايفة ان الكاميرا بصراحة ظالمة الماسك بياض. مش هقول لكم بقى انا من سمرة قوي لبيضة فظيعة، مش هنتكلم، انا دايما بتكلم بكل مصداقية وكل يعني تجربة اللي انا شايفاه. ماسك جميل جدا، بيفتح لك من درجتين لـ3 درجات. بيديكي لمعة، يا ريت يعني يا ريت تكونوا شايفين اللمعة وتكون الكاميرا مش ظالمة الماسك. لمعة جميلة كده كأنك حاطة ميك اب بسيط. سيبكوا بقى من اللمعة وسيبكوا من التفتيح، شوفوا الجلد، الجلد عامل ازاي. الجلد مستصح زي الاطفال، بيبي خالص، مستصح قوي، طري قوي، مشدود، فاهمين؟ مع كمان اللمعة اللي عاملها الشاي، مع الترطيب اللي عامله النشا، بجد انا جربوه، يعني انا هديله 10/10 بصراحة. جميل جدا جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وتدعموني بلايك وشير واشتراك وكومنت كده جميل زيكم وزي الماسك الجميل ده. وشكرا ليكم.